جيم عندما وصل إلى صفحة 150 قال تيمية فصل. قال الرازي في تأسيسه الخبر الرابع. إذن هنا راح سيناقش هنا في صفحة 150 يبدأ بنقاش الخبر الرابع. يقول قال الرازي في تأسيسه الخبر الرابع ما روي عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. وفي صفحة 151 قال الخبر لاحظ الاشتراك بين الخبر الرابع والخامس أتى بهما في هذا الخصوصية بأن قارب بينهما وذكر هذا في صفحة 150 وهذا في صفحة 151 على الصفحات يعني المعتادة عندنا ذكر هذا وهذا في صفحة واحدة. وفي صفحة 151 قال الخبر الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين السماء والأرض. إلى أن وصل صفحة 288 فذكر متحصن نقاشه ومتحصن رده فذكر متحصن نقاشه ورده على القاضي وأن القاضي اعتمد في مبناه رؤية العين على آية النجم وقول ابن عباس على آية النجم وعلى قول ابن عباس كما في نص الخبر الرابع للرازي عليه. وكان تيمية التفت أقول قول ابن عباس كما في نص الخبر الرابع للرازي عليه على هذا على رؤية العين وعلى قول ابن عباس. وكان تيمية سابقا في الصفحات السابقة قبل 288 في الجزء السابع في الصفحات السابقة أقول وكان تيمية سابقا قد بيّن إجمالا أن الخبر الخامس لا يصلح للدلالة لأنه كان في المنام. إذن وكان تيمية سابقا قد بيّن إجمالا أن الخبر الخامس لا يصلح ولا يصلح للدلالة لأنه كان في المنام وكان في المدينة وليس في الإسراء. وبعد هذا المقام دخل تيمية في تفصيل النقاش والرد على الخبر الخامس للرازي وإثبات أنه في المنام وأنه في مكة وليس في الإسراء وقد سجلنا بعض الردود والتعليقات عليه سابقا. وهنا في صفحة 288 طرح ابن تيمية رأيه في رؤيا العين وحسب ما ذكره الرازي. لاحظ بعد أن أبطل لنقل رد على الخبر الخامس أبطل الخبر الخامس فكان الكلام مع الخبر الرابع. يقول وقل هنا في صفحة 288 طرح ابن تيمية رأيه في رؤيا العين وحسب ما ذكره الرازي في الخبر الرابع وما يرجع إليه المنسوب لابن عباس وكذلك لغير ابن عباس كما بين ابن تيمية مع ملاحظة أن الرازي لم ينسب الخبر إلى ابن عباس بل ذكر النص فقط بغض النظر عن الراوي لأنه كان عادة في مقام نقاش ابن خزيمة وما جاء في كتابه التوحيد. قال تيمية في صفحات 288 فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتقد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤيا العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤيا العين لوجوه أحدها أن يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤيا والثاني أن عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه إلى آخر كلامه وأنهى كلامه في صفحة 370. لاحظ من 288 أنهى الكلام في 370 وبهذا يكون قد حشى كلاما في 220 صفحة واهما أنه يناقش الرازي ويرد عليه بخصوص الخبر الرابع. قال وفي صفحة 371 بدأ نقاشه لكلام الرازي أو بدأ تيمية نقاشه نعم بدأ تيمية نقاشه لكلام الرازي بخصوص الخبر الخامس. نحن قلنا سابقا أبطل الخبر الخامس إجمالا هنا رجع إلى الخبر الخامس بدأ نقاشه لكلام الرازي بخصوص الخبر الخامس. قال تيمية وأما قول الرازي في الخبر الذي رواه عن ابن عباس
قوله رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره. وقد تقدم أن رواية هذا عن ابن عباس، لاحظ يقول وقد تقدم أن رواية هذا عن ابن عباس غلط، وإنما هي حديث ابن عائش وغيره، وأحاديث ابن عباس المحفوظة عنه لها ألفاظ أخر إلى آخر كلامه. وقد أنهى نقاشه للخبر الخامس في صفحة 390، حيث قال شيخ تيمية: فصل، إذا تبين أن هذا كان في المنام، الخبر الخامس، إذا تبين أن هذا كان في المنام فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية، طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك. أقول هنا أضاف 20 صفحة من حشو ولغو الكلام، زاعما أنه في بيان تلبيس الرازي الجهمي، زاعما أنه في بيان تلبيس الرازي الجهمي فيما قاله في الخبر الخامس. ها تبين أن كلامه بدأ من الجزء السادس صفحة 355، وانتهى نهاية الجزء السادس في صفحة 615، ثم بدأ من بداية الجزء السابع وانتهى عند صفحة 390 من الجزء السابع، وهذا يعني أنه قد كتب 650 صفحة لا فائدة منها، عبارة عن حشو ولغو كلام لا علاقة لها بالموضوع أصلا. والمصيبة يعتبرونه شيخ الإسلام وإمام زمانه وكل الأزمان وإمام التوحيد الأسطوري للرب الشاب الأمرد الجعد القطط. والمصيبة الكبرى والمهزلة الدموية أنهم يكفرون الناس ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم، فلعنة الله على الظالمين، وتعالى الله عما يقوله المشبه المجسم الأسطوريون التكفيريون الإرهابيون.